خلينا دلوقتي نتابع معاكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة من خلال تقريرنا الجاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه حبا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاء بحقه عليه الصلاة والسلام، تطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم طوال شهر سبتمبر 2023. وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع خطبة الجمعة وعدم تجاوز الوقت المحدد ليها والمقدر مسبقاً ب15 دقيقة. النهاردة هيلتقي المطرب وائل الفشني بجمهوره على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه وعدد من الابتهالات الدينية. النهاردة هيقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في 8 من مساء اليوم حفل موسيقي للفنان ماريو سعيد. يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال كبار الملحنين إلى جانب عدد من مؤلفاته، منها خفيف الروح، زوروني، التحفجية، صول وعود، وشقاوة ماريو سعيد.